خلال جلسة المباحثات البرلمانية التي عقدت صباح اليوم في العاصمة الكورية سيول، أعرب معالي السيد تشونغ سي كيون رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية الصديقة عن شكره وتقديره لمواقف مملكة البحرين الداعمة لكوريا الجنوبية ضد التهديدات والإرهابية في كافة المحافل الدولية، مؤكدا أن البحرين كانت ولا تزال شريكا اقتصاديا هاما. وشكر معالي عهد البلاد المفدى لموقفه الداعم لكوريا، مثمنا أهمية تبادل الزيارات وتفعيل لجان الصداقة المشتركة بين الجانبين وفتح قنوات اقتصادية جديدة مع كبرى الشركات الكورية. من جانبه أكد معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب البحريني أنه يرغب بزيادة تفعيل التعاون الاقتصادي ودعم الاتفاقيات الثنائية المتعددة بين البلدين. كما أكد معالي أهمية تعزيز التعاون البرلماني المشترك، مرحبا بتبادل الزيارات البرلمانية بين لجان الصداقة وتنسيق المواقف في المحافل والاجتماعات البرلمانية الآسيوية والدولية والسعي معا من أجل مصالح البلدين الصديقين، مطلعا لمزيد من التعاون في الجانب البرلماني والتشريعي.